تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ابو لمع الجرجير او عمرو الدردير. عمرو الدردير ما اعرفش النادي الاهلي عامل له ايه، ولاعيب النادي الاهلي عامله له ايه في دماغه. كل بني ادم بيبقى له زي ايه، زله، زي مثلا نقطه ضعف، زي سي دي بيتعاير بيه. انت بس جيب سيره النادي الاهلي او هات اسم لاعب من لاعبي الاهلي وتلاقي ابو لمع الجرجير اتحول لشخص اخر. ابو لمع الجرجير دي مش فقره كوميديه ولا فقره السحر ولا فقره من السيرك، لا، هو ده عقليته، زي عقليه كل الزملكاويه المتواجدين معانا على هذا الكوكب. تلاقي الدكتور لا يختلف عن السباك، لا يختلف عن عالم الذره، لا يختلف عن الصنايعي، لا يختلف عن البصمجي، كلهم عقليه واحده، مفيش حاجه يعني بتخليهم يعني يرتقوا بفكرهم نهائي. كله زي بعضه، رئيس النادي زي العامل زي الفراجة، كلهم عقلية واحدة، كلهم شكل واحد. المتحدث السابق لنادي الزمالك أول ما جاب سيرة معلول وكهربا حصلت له حالة شياط من كل حتة. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الكلام اللي دار ما بين علاء عزت وأبو لمع الجرجير وسيف زاهر، ونرجع نعقب على الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، ولاول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابو لمع الجرجير قال ايه ونرجع نكمل مع بعض، يلا بينا. حزن الوحيد بس على الحلقه ان احنا ما وصلناش في اول حلقه في اول سنه، لان علي معلول كان زعلان جدا جدا ان انا ما كنتش موجود، لان كان نفسي اكون موجود، لان كانت الحلقه دي بعد يوم بس انا دخلت استاذ عمرو وبلغتني. طب ازاي يعني؟ ما هو ده اللي زعله اكتر، ده اللي زعله اكتر، يعني ازاي تعمل له يعني؟ كان الراجل كان عايز يعمل مداخله من طب انا عايز اسال سؤال، شعورك ايه لما شفت الصوره امير توفيق وعلي معلول بيجددوا؟ لا عادي جدا، انا كنت عارف انه هيجددوا، بس هو الفكره مش في ان يجددوا، بس كان بيجادل. هكمل لحضرتك يا كابتن زيد، الفكره مش في انه يجدد، ما احنا عارفين انه هيجدد. هو في خلاف مالي على التجديد، هو اللي عطل التجديد. هو الفكره انك انت حضرتك كنت بتطلع مرارا وتكرارا وتعلن ان لا انا عارف انه جدد عشان معايا كواليس. هو ثانيه واحده بس يا كابتن، ماليش دعوه بالكواليس عشان انا عارف، معليش علاقه بالكواليس. انا ليه علاقه بان في صوره بتطلع للتجديد؟ طلعت. هو ثانيه واحده بس، ما هو طلعت بعد 121 يوم. أيوة. لكن احنا بنتكلم على 121 يوم قبلهم كان ايه اللي حصل يا كابتن زيد؟ اي تبرير مش هسمعه، لان مفاجأة. الموضوع هقول لك مفاجأة، هو اتعطل عشان الفيلم. هقول لك مفاجأة مدوية. الصورة قديمة جدا 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 جدا. شفت انت وشك عمل ازاي يا كابتن؟ انت مش هتقنعني بالكلام ده. لا يا كابتن، مش هتقنعني بده، مش هتقنعني. انا بقول لك الحقيقة، صورة علي معلول وامير توفيق. هقول لك حاجة احلى ولا صعب؟ خلاص كفايه كده. لا قول قول قول. يعني اقول لك حاجه يا استاذ عمرو، احنا ما بنقولش كواليس غير ما نكون شايفينها. الحاجه اللي بقى متاكدين منها حلوة، لازم نكون شايفينها. طب ماشي، انا اسالك سؤال بقى اكتر من كده، بس في كل وقت ليه اداب. طب ماشي ثانيه واحده بس، انا بقى اسالك سؤال بدوري بقى. طب الاهلي كان مخبي علي معلول اللي ماضي من 6 شهور ليه؟ مخبي عشان ليه؟ عشان بيمضي الناس تانية وبيجدد الناس تانية، فعايز في الوقت المناسب بعد ما يخلص. ايوه، ايه علاقه ده بالموضوع؟ لا 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 لا، اذا الموضوع فيه وضع. لا لا لا، ولا وضع. مش عايز غيره يعرف يا استاذ عمرو، مش عايز بقيه اللعيبه تعرف. يا استاذ خالص علي ماضي، واضحه يا كابتن. خليني اخلص. علي مضى بشروط النادي الاهلي. بالظبط، ما فيش حاجه اسمها كده. الموضوع ما فيش الكلام اللي انت بتقوله ده، ما تقنعنيش. تقدر تقول اي رقم يا عم؟ ما فيش حاجه اسمها تقدر تقول اي رقم. بس اقول لك جمله اقوى من كده، اقول لك جمله اقوى من كده. النادي الاهلي عنده بدائل لعلي معلول، كل الاحترام لعلي، لعيب كبير. النادي الاهلي عنده بدائل لعلي معلول، اكيد طبعا. لكن علي معلول، النادي الاهلي مش هيقف على لاعب، ولا الزمالك هيقف على لاعب. لكن علي معلول ممكن ما يكونش عنده بدائل الاهلي باللي وصل له دلوقتي. يعني خد رقم كبير قوي. مش فلوس، خد رقم كبير. هو فلوس، مش فلوس، مش فلوس. قصص تانية. ايه القصص التانية؟ يا لعيب مش خلي بالك يا عمرو، يا عمرو لعيبه النادي الاهلي بتشتري النادي الاهلي. هنبدا بقى في نغلف ونبيع حرقنا بنزين كتير. عناوين فرصه لعمري. انا قلت لك حضرتك الراجل مجدد من شهر 10، وانت حضرتك الراجل قبل ما نعلم. والله عندي كلمتين عايز اقولهم قبل ما نعلم وقبل حاجه. احنا نخش نتكلم في المنتخب، بس انا عايز اقول لك حاجه. والله ما هقول كواليس دلوقتي، ولا بقول لك عشان ناخد ندي مع بعض، بس انا هقول لك تجربه. النادي الاهلي هذا الموسم او الموسم اللي قبله عمل كل حاجه هو عايزها بسياسته،
سواء مع ادارته الفنيه او مع لعيبته. مش النادي الاهلي بالكلام ده كابتن، لا 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 وعمري ما اقتنع بيه ولا حد هيقتنع بيه. ده كلام انتوا بتحاولوا تقنعوا الجماهير بيه. انت اقنعتنا، انت اقنعتنا عليه الرجال الاساسي قاعد ومعادش يا سعاد. يا والله العظيم، والله العظيم اسمع بس مني، انا مش والله العظيم انا مش بخاطبك والله. بص ما تناقش، اسمع الكلمتين وناقشهم بعدين. النادي الاهلي نفذ مع ادارته الفنيه مع لاعبيه سياسته بالكامل، عمل اللي هو عايزه بس، وبكره الايام واحده ورا واحده كده تجيب. هنشوف صوره موسيماني، هنشوف صوره علي معلول، هنشوف صوره لعيبه كتيره جدا. ده دليل عبد الله السعيد وبدليل رمضان. ايه اللي دخل الاهلي طبعا بنفس السياسه؟ ايه اللي دخل عبد الله طبعا بنفس السياسه؟ طيب خلينا نخش. مبروك مبروك لعلي معلول. بس علي كان زعلان جدا. ها علي معلول كان زعلان جدا، يقول لي يعني انت الحلقه، يعني عمرو الدرديري بقى 13 بيسال وانا ماضي من شهرين، ويجي اول حلقه بعد ما امضى قال لي ده انا مستني الورقه والصوره وتعرضوا الصوره بتاعتي على بتاع وعامل مداخله. انا كنت عامل مداخله مع عمرو الدرديري برضه اثناء المؤتمر، هيقول كلمه لوس عمرو. انا قلت والله هيقول كده. مهمه جدا اتقالت الفتره اللي فاتت، واكيد محتاجين رد حضراتكم عليها. ناخد اول تصريح. موسيماني لم اطلب اعاره كهربا وفوجئت بقرار اعارته الى هتاي سبورت التركي من الاداره. الجماهير تتهمني بانني لا احب كهربا وهذا غير صحيح. انا شطت كهربا في العديد من المباريات واشهرها مباريات بايرن ميونخ في كاس العالم. كان غريبه بالنسبه لك طبعا جدا استاذ علاء. شوف انا بقول لعمرو لو كان تذكر اللحظه من زملكاوي او منتمي للزمالك، لو فكر لحظه من زملكاوي ورجع بيذاكر لورا ويشوف اللي حصل في نادي الزمالك، اللعيبه اللي بتمشي بدون علم اي حد واللي فسخ عادي ما كانش يقول تصريح زي ده طبعا. ازاي يعني مين اللعيبه ده؟ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ استاذ عم ده مين اللعيبه اللي انت مفيش حاجه يا استاذ على بعض اللي هو معايا التصريح طبعا غير موفق، والتصريح غير موفق تماما من كارترون، من اسف من موسيماني، تصريح غير موفق على الاطلاق. هو ما كانش فيه خلاف مع اللاعب، انا باكد ما كانش فيه خلاف مع اللاعب، لكن كان عطى اداره النادي الاهلي مؤشرات ان هو مش هيشرك هذا اللاعب للفتره الجايه دي. وانا قلت لحضرتك على المستوى الشخصي ما فيش اي خلاف بينهم وبعض، علاقتهم كانت كويسه جدا، ما فيش اي خلاف الا على امور فنيه. موسيماني عطى انطباع لاداره النادي الاهلي ان هي ان اللاعب ده مش هيكون ليه فرصه الفتره الجايه. اللاعب نفسه بحث عن عرض وجاب العرض. لا خلي بالك النادي الاهلي كمان تقدير النادي الاهلي للكهرباء، يعني ان النادي الاهلي يتنازل عن مستحقاته في الصفقه ظهر النهارده بشكل جيد. وكذا النهارده تصريحات كهرباء قبل ما يسافر كمان، تصريحات تلفزيونيه طبعا، اما الزميله المذيعه برضه سالته قالت له يعني موسيماني ممكن يختار لاعب من التمرين لو اتمرن كويس وبتاع، قال لها يعني لا تعليق مش عايز اتكلم. لاعب محترم، لاعب محترم. لا اولا طبعا اي لاعب تاني في اي نادي تاني كمان هيطلع يقطع مدير الفني في اي نادي تاني غير النادي الاهلي طبعا، كان لازم يطلع النادي الفني. كهربا ده كهربا يعني مش عايزين نتكلم. لو كان بيلعب في الزمالك كهربا كان كنت تسمع تصريحات تانية. لا سمعنا يعني المعلومه. لو كهربا لو كان كهربا طبعا عايز الزمالك دلوقتي كنت كان زمان الصحافه المصريه بتتكلم خمس ايام على تصريحات كهربا، لكن هو طلع من النادي الاهلي فلازم يحترم النادي. طبعا انا عايز اعرف بس يا كابتن سيف بعد ما تعلقش ان انا ممكن اجيب التصريحات لا عندنا حاجات كتير، سريعا إدارة النادي الأهلي شافت إن كهربا في الفترة الجاية هيكون عبء على كاهلها في الفترة الجاية. عبء في إيه؟ كهربا هيبقى عبء على إدارة النادي الأهلي، لأن الفترة اللي جاية هيبقى في حكم من الفيفا بغرامه على كهربا. فبالتالي هتبقى في غرامه كبيره على كهربا اذا فضلت زي ما هي الغرامه، هتبقى 2 مليون دولار اذا فضلت زي ما هي ما زادتش. فبالتالي اداره النادي الاهلي قالت نطلع كهربا لو وهو طالع بره 6 شهور بنيه البيع. فنيه البيع الهدف منها ان لو اتالق بره وجاب مبلغ يبقى يسد المبلغ اللي هيدفعه. عقد كهربا مكتوب في البند ده ما يخص موضوع موسيماني، لان انا عندي كواليس في القصه. هناك عتاب من النادي الاهلي، ويعني هناك عتاب لي بطريقه ما وطريقه معينه. موسيماني هيجدد في النادي الاهلي، اموره انتهت، امور مستقره، هيجدد موسمين بشروط النادي الاهلي. نشوف العنوان التاني. زي ما حضراتكم سمعتوا كده بالظبط، الراجل عنده لوسه من النادي الاهلي، عمره ما يشيد بالنادي الاهلي ولا قرارات النادي الاهلي نهائي، ولكن هو عنده نوع من انواع الاحتباس الحراري الداخلي اللي بيخرج من اماكن اخرى غير الاماكن الطبيعيه اللي ممكن يخرج منها.
عنده نوع من انواع الجنون من اي حاجة تخص النادي الاهلي. النادي الاهلي جدد لمعلول من فترة كبيرة والصورة قديمة، وسيف زاهر بيقول له لا انا مش مقتنع، انا ان شاء الله ما تقتنعش. المهم المحصلة النهائية ايه؟ ان النادي الاهلي جدد لمعلول. مش انت كنت كل يوم او كل حلقة تقول فين الاهلي ما جددش ليه لعلي معلول؟ ليه الاهلي مش خايف يجدد لعلي معلول؟ انا بقول ان علي معلول مش متواجد في الاهلي. مش كنت بتطلع تقول الكلمتين دول بالطريقة الساذجة بتاعتك؟ كنت بتطلع تقول كده صح ولا مش صح يا استاذ ابو لمعة؟ كلمت على علي معلول بالرغم ان هو جدد، بتقول جدد لا النادي الاهلي هو اللي جدد بشروط، وقول له اللي هيلاقيه في النادي الاهلي مش هيلاقيه في اي نادي تاني. ايوه طبعا الموضوع مش موضوع فلوس، ما بس عشان انت بس مخك ما موديك ناحية تانية وحتة تانية. النادي الاهلي فيه استقرار اداري واستقرار فني واستقرار في كل شيء. مصر فيها استقرار امني وفيها استقرار مادي وفيها استقرار في كل شيء كبلد بيقيم فيها. مصر فيها نوع من انواع الاحتضان للاخوان التوانسة، في يعني ما تحسش ان التونسي تونسي ولا المغربي مغربي ولا الجزائري جزائري ولا اللبناني ولا الفلسطيني، كلنا بنحتوي اخواتنا الاهلوية في كل مكان، سواء تونسي مغربي جزائري يمني قطري، كلنا اخوات كلنا متحابين مع بعض. فالراجل مش لاقي اي غربة في مصر. تاني حاجة النادي الاهلي مستقر على مستوى البطولات، النادي الاهلي كل شهرين بياخد بطولة الحمد لله نشكر ربنا ما شاء الله. تاني حاجة الراجل مستقر ماديا، بياخد فلوسه في مواعيدها، ما بيروحش للفيفا يرفع قضية عشان ياخد مستحقاته ولا يبعت انذار للنادي الاهلي علشان ياخد مستحقاته زي ما بيحصل في نادي الزمالك. فكونك غلك ان النادي الاهلي نجح في التجديد فدي حاجة، ده مكسب لينا. كون ان احنا بنلاقيك كده ايه من تحت ومن جواك كده هو مش طبيعي، ده مكسب للنادي الاهلي. ده الشق الاول بخصوص علي معلول. نيجي للشق التاني بخصوص كهربا. يقولك النادي الاهلي اعار كهربا علشان الغرامة اللي هتوقع على كهربا من نادي الزمالك لصالح نادي الزمالك من الفيفا. اولا النادي الاهلي ملوش دعوة ابدا بالغرامة دي، هو اللاعب هو اللي هيتكفلها سواء قاعد في النادي الاهلي مشي وعير موجود ايا كان، اللاعب هو اللي بيتكفل بالغرامة. بس انت ايش عرفك ان هو هيغرم مبلغ 2 مليون دولار؟ ايش عرفك؟ مش في استئناف، مش في طعن، مش في القضية لسه ما تقفلتش، يعني انت ما تعرفش ايه فين. دي حاجة. الحاجة التانية بتقول كهربا وسلوك كهربا يعني بتتنمر كده وبتاع. كهربا بصق على جماهير نادي الزمالك، محدش قال له انت بتعمل ايه. مرتضى منصور قال ان كهربا ضرب باتشيكو واستمر في نادي الزمالك واستمر، يعني بصق على جماهير نادي الزمالك واستمر، ضرب باتشيكو واستمر. لكن عندنا في النادي الاهلي اتعلم الادب، اي كائن كان في النادي الاهلي بيلتزم بالنادي الاهلي، والراجل ملتزم وماشي زي السيف. حتى في تعليقاته على المدرب بتاعه اللي قال ان هو خرج بدون علمي، بس انا عايز اقول حاجه، لا هو خرج بإرادة موسيماني. حتى لو ما تم، اصل موسيماني هو اللي بيقول ده يمشي ده ما يمشيش ده يقعد، زي نصر ماهر لما قال لا انا مش عايزه مش محتاجه، زي احمد ياسر ريان لما قال انا مش عايزه ولا مش محتاجه. النادي الاهلي ولا لجنه التخطيط مش هتطلع لاعب اعاره غير برأي وقرار من المدرب. فانا بقول ان موسيماني لا ما بيقولش الحقيقه، لا موسيماني ما بيقولش الحقيقه، لان كهربا مشي برغبه من موسيماني. فاللي انا عايز اقوله لابو لمع الجرجير، ما بتتكلمش ليه على فترتين القيد اللي توقف في نادي الزمالك؟ ما بتتكلمش ليه على مرتضى منصور اللي طايع في الكل والكبير والصغير وما بتقدرش تجيب سيرته؟ ما بتتكلمش ليه على ان بن شرقي بيتلاعب بنادي الزمالك وبره يقول النادي الاهلي هيوقع، لان النادي الاهلي مش هيوقع، النادي الاهلي عايزني، وبيلوح بورقه النادي الاهلي، والنادي الاهلي قالها له صريحه، قال له يا ابني انت عمال تلوح بورقتنا، انت خلاص وضعك معانا ستوب، احنا مش عايزينك عشان ما اتجرش باسم النادي الاهلي. والنادي الاهلي سحب ايده بالصفقه بعد ما موسيماني قال لا انا مش عايزه. يعني النادي الاهلي بعد ما جه وسيط من بن شرقي وقال انا بعرض اللاعب بتاعنا على نادي الاهلي، قالوا له ماشي سيبنا نفكر بس يبقى في موافقه من المدير الفني.
المدير الفني نادي الاهلي الموسيماني قالوا له ادي بن شرقي ايه رايك؟ قال لهم لا بن شرقي ده بالنسبه لي اختيار تاني مش اول، انا هشوف بعض اللعيبه لو ما كانش ممكن يبقى بن شرقي، ولكن المحصله النهائيه بن شرقي موسيماني مش عايزه، مش في يعني متطلبات النادي الاهلي ولا يعني مدير الفني للنادي الاهلي. فانا بقول ليه ابو لمع الجرجير حل مشاكلك على الاقل لو في تاخير في تجديد لاعب، بس في النهايه بنجدد له. انت قلت ساسي هيجدد لنادي الزمالك وما جددش، قلت النقاز موجود معانا وهيجدد وبيحب النادي، النقاز هرب ورجع وهرب والزمالك اتضرب على قفاه ومحدش قال حد بيعمل ايه، وبن شرقي اهو نفسه هيعمل هيكرر نفس السيناريو، لو ما جددش النادي الزمالك هيمشي زي مصطفى بسله اللي انت كنت طالع تقول عليه شعر اهو ضرب الزمالك على قفاه ومشي. هتقول لي ضرب ضرب النادي الزمالك وقوف فترتين قيد، ده مشي وده مشي وده مشي، هيلعب بمين؟ هيلعب بالعيال الصغار الناشئين؟ فانا عايز اقول للاستاذ عمرو الدردير يعني التزم بفريقك اللي مليان كوارث ومصايب ومالكش دعوه بالمنظومه الناجحه اللي المفروض تقتدي بيها، اللي العلامي بتاعكم ميدو قال يا ريت نقتدي بالنادي الاهلي من حيث انجازاته وبطولاته واحترافيته، النادي الاهلي اقرب الانديه لاوروبا، فاهتدي بالكلام ده وامشي على الكلام ده عشان تكسب، انما طول ما انت عمال تطلع الحقد والكره جواك مش هتكسب حاجه. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولاول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه التقارات الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.